السلام عليكم أيها الأحبة أينما كنتم، لقاؤنا يتجدد وإياكم على الخير والمحبة دائما. أيها الأحبة، كلنا نعلم المخاض الذي تشكلت بعد الحكومة العراقية الحالية، حين كان البلد على فوهة بركان يغلي، ولو كان انفجر لأودى بالبلاد إلى غيابة المجهول، لولا أن الله تبارك وتعالى شمل برعايته وعينه التي لا تنام هذا الشعب الذي ابتلي بتوالي حقب زمنية كارثية انفرجت بعد العام 2003. وطبعا معلوم أيها الأحبة أن قوة العراق تكمن في الحفاظ على هويته أولا، الحفاظ على أمنه، الحفاظ على مكتسبات ما بعد 2003. لذلك على القوى السياسية كلها وبخاصة الرئيسية والإطار بشكل أخص أن يعي مسؤوليته تجاه هذا الشعب الذي منحه ثقته. أيها الأحبة، الإطار يتحمل مسؤولية استثنائية في دعم هذه الحكومة التي تمخضت عن اتحاد قوى الإطار، فأنجبت حكومة كان ينبغي لها أن تكون ممثلة لهذا الإطار الذي بدوره يمثل مكونا كبيرا أو مكون الأغلبية في العراق. هذا موضوعنا لهذا اليوم في حلقتنا التي حملت عنوان هل أوفى الإطار التنسيقي استحقاقات جماهيره؟ معكم علاء فاضل، ومعي في الإعداد الإعلامي قاسم العجرش، وفي الإخراج أحمد سلام. أيها الأحبة، كما اعتدنا نتناول أو نقرأ سوية مقطعا من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان صريح الحوار عن السوداني والإطار، منهل المرشدي. صريح الحوار عن السوداني والإطار، الكاتب منهل عبد الأمير المرشدي. نقولها وبلغة الصراحة النابعة من أسى القلب الخائف على العراق والحلم الموؤود بحياة حرة كريمة لمن عاش عقودا من الظلم والطغيان تحت نير البعث الهدام. إن عيون العراقيين الشرفاء وأبناء الحشد والمظلومين المتأملين للعدل والإنصاف والفقراء وكل من يتأمل أن يعيش بكرامة في العراق ومن جميع الطوائف كلهم ينظرون إليكم بارقة الأمل الأخيرة ويناشدونكم أن ترتقوا فوق المصالح الحزبية أو الشخصية من أجل العراق، فلا شيء أغلى وأسمى من العراق، وإن ضاع العراق لا سمح الله سيضيع كل شيء، ولا شيء قبل أو بعد العراق، هي رسالة وأمانة. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، وانضموا معي ضيوف الأكارم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسام الحاج حسين. مرحبا بك أستاذ. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسين الكناني، مرحبا بكما، ضيفين كريمين. أستاذ حسام، هناك تراكم كبير من عدم الثقة بين المكونات الكيانات السياسية وبين جماهيرها، ما السبيل لردم هذه الهوة بين الطرفين؟ طبعا تحية لك ولجميع مشاهديك. مرحبا أستاذ حسين، حياكم الله. قضية فقدان الثقة بين المكون وبين النخب السياسية هي قضية طبيعية في الشرق الأوسط حقيقة. يعني لا توجد حكومات اليوم أوفت ببرامجها أو انبثقت من معاناة الشعب. مجرد ما أن يصل إلى السلطة العقد بينه وبين من وصله إلى السلطة يكون من الماضي. بالنسبة للتجربة العراقية بعد 2003 اليوم، هذه المكونات السياسية التي وصلت إلى ستة حكومة جاءت نتيجة تجييش مثلا واستدعاء الماضي بالمظلومية. بعد إذنك أرجع لك بنفس السؤال جناب الأستاذ حسين، تسريبات أن الموازنة المزمع إقرارها في الواقع فيها ظلم كبير على مناطق الوسط والجنوب. نعم. فيما بعد إذنك، يعني فيما أننا سمعنا من تسريبات أن ما خصص للمحافظات الشمالية للمناطق الغربية أيضا بميزانيات مريحة، يعني مع العلم أن
اليافطة التي ترفع للمناطق الغربية هي المناطق المحررة أو المناطق المتضررة، وفي الواقع أنه هي مناطق يعني كانت حاضنة بداعش. فكأننا كأن المطلوب منا أن نعوض أو أن نكافئ هذه المناطق. ترى يعني ما هي مسؤولية الإطار في حفظ حقوق الناس التي دعمته والتي ساندته والتي أوصلته؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولضيفك الكريم ولمشاهديك الكرام. مرحبا. مسؤولية الإطار حقيقة مسؤولية تاريخية، ابتداء اتجاه أبناء الشعب ويعني بكل ما يجري على وسوف يجري على الوضع في العراق. في نهاية المطاف أعتقد أنه فيما يتعلق يعني في الرد على جوابك على سؤالك عفوا، تم تخصيص أكثر من محافظة يعني لإقليم كردستان أكثر من 22 تريليون، مع العلم أنه 9 محافظات لم يتجاوز 5 تريليون، وبالتالي هنالك إجحاف كبير بين يعني بين ما أعطي أو خصص لمحافظات الوسط والجنوب وما خصص لإقليم كردستان، خصوصا أنه كان من المفترض أن يكون الإقليم داعما للمركز باعتبار أن الأنظمة الفيدرالية هي من أجل دعم المركز والتخفيف عن كاهل المركز، لكن ما لاحظناه أنه أصبح الإقليم عبئا على الخزينة المركزية الاتحادية، بالإضافة أنه مثار أستاذ حسين يعني بعدتك يعني خصوصا أنه ماكو حديث عن يعني المتراكمات المالية التي بذمة الإقليم والتي يعني على مر الموازنات. نعم. نعم. يحدد أنه على الإقليم أن يدفع كذا ولا يدفع لهم الالتزامات المالية، وكذلك الكثير من الملفات كما ذكرت أنه أصبح الإقليم بؤرة لإثارة الأزمات مع المركز ولأسباب كثيرة، قد بعضها يتعلق بأموال وتصدير النفط، المعابر الحدودية، إدارة الإقليم، الانقسام بين كل هذه القضايا وملفات ضاغط على بغداد. أنا من هنا أقول أنه أصبح الإقليم عبئا يعني إدارته عبئا على بغداد، وأصبح المستفيد الأكبر والأكثر على حساب طبعا بقية المحافظات. ما ذكرت أن المحافظات الوسط والجنوب محافظات كان من المفترض تمثل أغلبية الشعب العراقي، وبالتالي هي محافظات محرومة ومضطهدة لعقود طويلة، هي الأكثر فقرا والأكثر حرمان، تعرضت لأنواع مختلفة من التهميش ويعني يعني الفعل المتعمد بإفقارها وإضعافها، ومن دون خدمات يعني أغلب المحافظات الوسط والجنوب. أستاذ حسين، أصلاً الموازنة تمول من هذه المناطق، ومن هنا نحن نضع باعتبار أنه نحن حديثنا عن الإطار. نعم. الإطار كما ذكر يعني كما أشار الكثير من يعني المراقبين أنه هذه الحكومة وهذه تعتبر يعني فرصة، قد تكون الفرصة الأخيرة لكثير من هذه القيادات، وبالتالي لابد أن تغير هذه القيادات، قيادات الإطار، من تعاملها وأيضا أولوياتها. التصرف بهذه الطريقة والإبقاء على نفس السياسة السابقة أعتقد أنه سوف يضع الإطار بمواجهة مباشرة مع أبناء الشعب، خصوصا وأن الحكومة حتى هي الحكومة حكومة محمد الشياع السوداني، نلاحظ أنه هنالك ميل واضح لبعض المناطق على حساب المناطق الأخرى، خصوصا المناطق التي من المفترض أنه يكون هو يعني أعرف من يعني بهذه المحافظات. نعم. باعتباره هو من المناطق الجنوبية. في نهاية المطاف ما زال يعني الحكومة السوداني خاضعة للضغوطات الدولية والخارج يعني الداخلية والخارجية. الداخلية الخوف من عدم رضا بقية المكونات على حكومته، وبالتالي محاولة إثبات وتقديم الكثير من التنازلات من أجل القبول والرضا عن أدائه. نفس الكلام هذا يتعلق بالبعد الخارجي، الإدارة الأمريكية وما تمثله السفيرة في يعني وحركة السفيرة في العراق والمساحة الكبيرة التي أخذتها على حساب بقية هذه بالتحديد النقطة أعود لك بها الأستاذ حسام. نعود للحديث عن هذا التراكم من عدم الثقة بين القوى السياسية وجماهيرها. طبعا في بداية الحديث أنا قلت لك عن قضية أنه عدم الالتزام
من خلال النخب السياسية بالعقد السياسي بينها وبين الشعوب، هاي مسألة طبيعية بالشرق الأوسط لأنه عندنا ذاكرة سمكية يعني ننسى بسرعة ونسامح بسرعة. إضافة إلى هاي يعني السياسيين اللي موجودين الآن في المشهد السياسي مو فقط الشيعة والإطار، حتى الكرد والسنة لديهم براعة في تبرير فشلهم، يعني هم إذا فشلوا المكون لازم يتحمل فشلهم، يعني يقول لك إنه ضغوطات وكذا وأنا ما أقدر ولازم أوازن لازم كذا، وأقول لك لك كذب حقيقة، يعني يقول لك هذا للتسويق. الحقيقة أنهم هم عندهم مصالحهم الفئوية والحزبية أهم من مصالح المكون، هذا واقع حتى بالنسبة للساسة الكرد، يعني أنا ككرد يعني صراحة يعني شوف الشعب الكردي يعيش في بؤس نتيجة سياسات الأحزاب الكردية الموجودة، حتى السنة، السنة ماذا حاصل يعني ماذا اللي حصلوا السنة من القاعدة السنية ايش حصلت من المكون يعني السياسي؟ ميزانيات هائلة ما وين راحت؟ إلى جيوب الفاسدين. نعم. صح ولا لا؟ إلى جيوب الفاسدين انطيهم. هسه كذلك قادة الإطار أو قادة المكون الشيعي، اليوم احنا أمام فرصة ذهبية مثل ما قال الأستاذ حقيقة. اليوم هسه بما أنه عندنا ذاكرة سمكية ماكو مشكلة، خلينا ننسى كل شيء، خلينا نبدأ من جديد. يعني أنت ما تعتقد أن المخاضات الكثيرة التي خاضها الشعب العراقي ما أورثته شيء من الحيطة والحذر؟ عندك يعني بحيث يتجاوز قضية الذاكرة السمكية. أنا وياك ماكو مشكلة، اليوم خلينا نتجاوز الذاكرة السمكية وعندنا حيطة وحذر. شنو الأدوات اللي نقدر نغير بها غير صندوق الاقتراع؟ مو صندوق الاقتراع من اللي قرره اليوم؟ الصوت الأعلى للمادة للإمكانية، هم عندهم سلطة، عندهم نفوذ، عندهم قنوات، عندهم كل موارد الدولة موجودة بيدهم. أنا من أريد أروح أنتخب أستاذ حسين، أنا اقتنعت بيه أنتخبه، رجل مستقل نظيف ما عنده إمكانية، يعني شي يريد يجيب شي يريد يسوي. اليوم حتى الديمقراطية انه صار نوع به نوع من شلون الغربيين عندهم يقول اسلمت الديمقراطية، يعني هي الديمقراطية ادوات غربية بس خليتوا لها طابع اسلامي. اليوم هم حتى الوسائل الديمقراطية صارت فاسدة، يعني من يقول لك تروح القضاء مثلا عندك مشكلة ويا بايد مليار، يقول لك روح القضاء، ماكو قضاء روح اشتكي. مو يعني هو عنده ضمانات حقيقة، كذلك هي الضمانات السياسية. أحسنت، يقول لك أنت شعب وين تيجي تروح؟ يلا روح انتخب فلان وفلان وفلان، أنت راح ترجع لي بالتالي راح تجيني، يعني وين راح تروح؟ خياراتك محددة اليوم. لكن تبقى قضية واحدة أنه نلزمهم مما ألزموا به أنفسهم، نخاطبهم بالضمير بالوجدان بالدين، بما أنه أنتم تبنياتكم إسلامية. ردم الهوة بين الناتج عن انعدام الثقة، كيف يمكن أن تردم هذه الهوة؟ بالتنفيذ بالتطبيق. مثلا الإطار اليوم، مثلا حكومة الإطار اللي جاتي قبل ما تجي هاي الحكومة، النخب اللي كانت موجودة حقيقة احنا واحد من الناس يعني كتبنا مجانا، يعني كنا نكتب مجانا ندافع على الحاكمية الشيعية، ندافع على الحكومة اللي يستحقها المكون الأكبر لقيادة هذا البلد. خلال هاي الفترة كلها بعد أن جهد جهيد وصلت وصارت عندنا حكومة اللي احنا كنا نكتب ونريد انه تصير هاي الحكومة، لكن نشوف أداها ما اختلف عن الحكومات السابقة. يعني الحكومة طبعا نفس مصادر القوة الإعلامية، نفس الشخصيات اللي كانت تبتزنا وكانت تحكي علينا وكانت تتهمنا، هي نفسها بعد في سدة الحكم، يعني ما تغير شيء. شو اللي يتغير؟ اللي يتغير فقط انه احنا انطينا عطاء اكثر لكن كل شيء ما استفادنا. هذا اعود لك به ايها الاحبة ضيوف الاكارم، انتم ايضا ايها الاحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقالنا الاخر الذي حمل عنوان الإطار التنسيقي بين الواقع والطموح، الكاتب حافظ آل شعرة. الإطار التنسيقي بين الواقع والطموح، الكاتب والإعلامي حافظ آل شعرة. الإطار التنسيقي تحالف بين القوى الشيعية الرئيسية لمواجهة تحديات مرحلة سياسية خطيرة. كان هناك مشروع لشطر الأغلبية الشيعية من أجل إضعافها، إلا أن مبادرة الإطار قلبت الموازين، ولكن فيما بعد أصبح الحديث بين الناس يدور حول قدرة الإطار على الاستمرار متماسكا، فهل هناك نقاط ضعف تمنع بقاء هذا التحالف وتطوره؟ يبدو أن نقطة الضعف الأكبر في هذا التحالف هي كونه لا يتسع لفئات أخرى مختلفة مذهبيا، وكل القوى العراقية هي من هذا النوع، بينما المشروع السياسي لكل قوى الإطار منفردة هو مشروع وطني لا يميز بين المكونات في بلد لا يقر دستوره أي حقوق سياسية
تترتب على أساس الانتماء الثانوي. مرحبا بكم مرة أخرى، كما أجد الترحيب بضيوف الأكارم، مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى في ظل النشاط سعد حسين الكناني، في ظل النشاط المحموم الذي يقوم به البعث الصداني وبعض العناوين الداعمة المساندة إليه. شنو المخاطر اللي تحتملها فيما لو أغمضت العين عنها كذا حراك؟ طبعا أتكلم معك ليس من باب التحليل ويعني التوقع، هنالك يعني لدي بعض المعلومات أنه هنالك نشاط كبير لحزب البعث. نعم. وقيادات البعث. هو سؤالنا مو عن فراغ لأن أكون عطيات. نعم نعم. هذه معلومات كما ذكرت لك. نعم. هنالك نشاط كبير وعمليات يعني وعمليات مختلفة حتى تصل يعني تصل النوبة لعمليات الابتزاز، وسخرت الكثير من يعني بنات الليل من أجل يعني السيطرة على الكثير من الشخصيات والضباط والشخصيات السياسية، وابتزازهم من أجل يعني اختراق مؤسسات الدولة. طبعا هذا جناح الجناح البعثي يعمل بهذه الطريقة. نعم. ناهيك أنه إحنا كل الحكومات السابقة ولا أتكلموا بلا استثناء ما زال الكثير من البعثيين والقيادات الكبيرة على رأس السلطة. وخير دليل يعني مدير العراقية نبيل جاسم. رجل بعثي معروف وما زال موجود على رأس قناة العراقية، وهو من يتحكم بهذه القناة ويضع فيتو على هذا وذاك، وبالتالي هو مدعوم من قبل رئيس الوزراء. سهل نتجاوز تسمية يعني. لا لا أنا أذكر التسمية. نعم. أنا يعني. نعم. لأن أنا عنده أدلة على أنه. نعم. رجل بعثي ويعني كتاباته بالجريدة الحزب البعث السابقة، وهو يفتخر يعني، وهذه المسألة ما تحتاج إلى يعني هذه متهمة بالنسبة إليه، هذا تاريخ بالنسبة إليه. نعم. ونحن نشير إلى هذا التاريخ، وهو ما زال من خلال بعض القرائن ما زالت توجهاته هي بعينها، وإن يعني تلبس باللباس الديمقراطية، وبالتالي هذا وغيره ما زالوا موجودين وما زالوا يتحكمون بمؤسسات الدولة. بوزارة الدفاع عشرات القيادات البعثية ما زال ولائهم لحزب البعث، في التعليم العالي والجامعات ما زال هنالك محاربة بشكل مباشر على يعني على أبناء الحشد الشعبي، ويتم التضييق عليهم في الجامعات. في التعليم العالي يتم استهدافهم بشكل مباشر في أغلب الجامعات، وأنا أحكي لك عن تجربة، بمجرد ما أنه يعني يتم تشخيص على أنه هذا الطالب أو ذاك إما ينتمي للحشد الشعبي وينتمي إلى جهة، يتم المضايقة عليه بشكل عجيب غريب من قبل الأوساط الجامعية. أي طبعا بالأوساط الجامعية، وهو الحشد الذي حمل العراق يعني لو لا كأنما هي سبة. نعم. كأنما هي سبة. نعم. في الجانب الآخر تجد أن البعثيين هم مدراء الأقسام، وهم مسؤولين عن التسجيل، وهم مسؤولين عن البعثات، وهم مسؤولين عن الإشراف والبحوث. وبالتالي يتكلم عن حزب البعث ويعتقد أن الحزب البعث بطل مثل ما جماعتنا مع الأسف مجرد ما سقط النظام كل من التهب بروحه وانتهى يبحث عن، وكأنما القضية انتهت. هو نسى أن هنالك مشاريع. نعم. مشاريع لاستهداف هذا البلد، مشاريع لاستهداف الدين وعلاقة هذه الناس بمرجعياتهم الدينية، مشاريع لاستهداف الإسلام ومذهب أهل البيت. وبالتالي لا يعتقد أحد إحنا نحن عندما نقول وعندما ندافع عن الإطار بهذه الصيغة وبهذه الهيئة ليس حبا بسين أو صاد، وإنما بقدر ما نحن بصدد الدفاع عن مشروع. ماذا على الإطار؟ مع الأسف أنه يعني كانت واجهة هذا المشروع بهذه الطريقة. ماذا على الإطار؟ على الإطار أن يتحمل المسؤولية كاملة، وأن ينأى بنفسه عن الصراعات الداخلية والتسقيط السياسي فيما بينهم. هم بمركب واحد، إذا غرق هذا المركب ليس فقط هم من يغرقون، وإنما يغرق معهم الشعب العراقي بصورة عامة. عندما تأتي حكومة يعني بعثية كما حكومة كما النظام السابق، لا يبقي ولا يذر
للشعب العراقي، وسوف نرجع إلى مربع الأول، مربع يعني التغييب والاعتقالات العشوائية والقتل على الشبهة وعلى التهمة. وعلى التالي هذه مسؤولية الإطار، يجب أن تراقب أداء الحكومة لا يترك محمد الشياع السوداني بهذه الطريقة. وأيضا محمد الشياع السوداني يجب أن يعرف جيدا أنه من جاء به إلى هذه السلطة ليس الولايات المتحدة الأمريكية ولا المشروع الأمريكي، بقدر ما أنه من جاء به هو وحدة الإطار وتمسكهم والشعب الذي دعم هذا الإطار، على الإطار أن يحافظ على وحدته وتماسكه. نعم. أستاذ حسام، الكاتب حافظ ألب شهرة يعني يتساءل، يقول هل وضع الإطاريون في اعتبارهم أن يتحولوا من إطار جامع لكنه غير ملزم إلى مأسسة هذا الكيان، بحيث ينزلون باشر عقبها بالانتخابات ينزلون حتى قائمة واحدة، وهذا هذا الخيار أولا هذا الخيار صحيح؟ ممكن ممكن ينجح. يعني احنا نرجع إلى أنا أرد أسأل عن الصحة والخطأ، هل هو الصحة ممكن 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 ليش؟ لأن عندنا التحالف الوطني اللي كان نعم. اللي جمع جميع المكوناشي حتى من ضمن التيار الصدري يطلع بنتيجة جيدة كانت يعني بداية، فممكن يعني رغم ما يعني هذا القطيع من خلال هذه الفترة. سؤال يعني ما تعتقد أن الفاعلية كانت يعني مثلها رئيس التحالف أنا ذاك سماحة السيد عبد العزيز الحكيم طبعاً الله عليه؟ مو شوف أنا أقول لك شغلة، في منطقتنا يعني منطقة الشرق الأوسط بالعراق مثلاً الكاريزما إلى دور شخص إلى دور نعم. يعني في الغرب مثلا تشوف الكتل السياسيه الاحزاب هي اللي تصنع السياسه، لكن عندنا في الشرق الاوسط ممكن لشخص ان يصنع سياسه يصنع مشهد، ممكن لشخصيه ان يغير احسن ممكن لشخصيه ان يغير تاريخ بلد يعني حقيقه. فاليوم احنا عندنا غياب الكاريزما، غياب القدوه، غياب الشخصيه، مثلا شخصيه مثل السيد عبد العزيز الحكيم الكل كان يحسب له حساب حتى في دول المنطقه. غياب هذا الشخص هو اللي خلى الاطار بانه يصير عنده مثلا اكثر من قياده. اجتماع هاي القيادات الاربعه خمسه اللي موجودين هسه بالاطار اكو بيهم عنده تقارب، اكو بيهم عنده مثلا وأد للذات مثلا يتنازل لاخوه حتى يوصل الى نتيجه طيبه يعني يفيد هذا المكون، لكن هذا احتمال ما يصمد يعني امام الامتيازات امام الاغراءات. يعني ممكن يجي واحد لاخ ينطي اكثر مما يحصل عليه في داخل الاطار يرتهب الى انه يكون له جهه اخرى تطلع منافسه للاطار، وهذا شيء يعمل تعمل عليه حتى امريكا يعني تشتغل عليه دائما تخلق نديه. يعني ما تريد القياده الشيعه تكون في كيان سياسي واحد، من مصلحتها ان يكونون متفرقين، ان تكون هناك قطبين مثلا، شلون مثلا التيار الصدري والاطار. اليوم اذا التيار الصدري ثق يعني اذا غاب عن المشهد السياسي، وانا اعتقد بانه ما راح يرجع للمشهد السياسي كما راح يكون الاطار راح يكون عرضه لانه يكون جزئين. ايوه الاطار طبعا هو هذا اللي يعني لما سألتك انه صحيح لا هي ملامح يعني. وكان جوابك انه نعم هو المبدأ صحيح. طيب احنا في ظل نزوع باتجاه الجهوية هذا الاشكال الكبير، هل سينجح مسعى الاطار فيما لو سعى باتجاه ان يوحد قواه وينزل بقائمة واحدة؟ وينجح لو ما ينجح اذا يفكر في مصلحة المكون ويخدم المعطيات مو اذا وفقا للمعطيات أيه. اذا يفكر في مصلحه المكون ويخدم القاعده مالته ودخل بالانتخابات في قائمه واحده راح يجيب اصوات. هو يقدر يصير هالشكل؟ يقدر يصير جيد اذا يتغلب على المصالح الفئويه والحزبيه والاتجاهات يقدر يتغلب. يعني مو فد شيء مثل التحالف الكردستاني، ايش قد اكو خلافات بيناتهم، لكن من يصير انتخابات يصير تحالف كردستاني صار ولا يجيب 56 مقعد واضح. طيب صالح حسين، يعني إذا كان من المتعسر أن على الإطار أن يتحول إلى كيان سياسي ويمأسس مفاصله، فعلى الأقل هل هناك إمكانية لإيجاد نوع من التنسيق العالي الذي يذيب الجهوية في المكونات؟ احنا شوف بداية العملية السياسية كل هذه زعامات الإطار اللي موجودة الحالية نعم. هم دخلوا بقائمة واحدة نعم نتذكر نعم الشمعة التي جمعت بالضبط نعم. وليس هم حتى التيار الصدري هو جزء منها
صحيح. ولو استمر الحال على ما هو عليه نعم. لاستطاع المكون الشيعي أن يحرز الأغلبية المطلقة داخل قبة البرلمان ولا أحد يستطيع أن يتجاوز حتى داعش ما كان تظهر حقا. نعم. لكن بعد فترة ومع وجود الـ يعني بعد الـ يعني السعي بشكل منفرد فئوي أو شخصي وبالتالي انقسم ما كان لذلك التحالف الوطني وسمي تسميات كثيرة وأصبحت بعض الشخصيات خصوصا مثلا السيد المالكي عندما حصل على دورة انفرد عن حزب الدعوة وبالتالي شكل تحالف بعيد عن حتى عن الحزب الواحد وبالتالي مسألة العودة أنا أستبعد حقيقة أنه هذا الإطار أن يتحول إلى ابتداء هو إطار وليس تحالفا سياسيا نعم. نعم إطار يعني هو ما زال يعني لا يمثل جهة سياسية واحدة نعم. نعم. وإنما بسبب التهديد الذي نعم. واجهوه بشكل مجتمع المخاض العصير الذي أشرنا إليه بسبب أيضا من أسباب أنت الآن هل إمكانية أن يعود مرة أخرى بتحالف ويخوض الانتخابات من أسباب الفشل السابق هو دخولهم متفردين يعني إذا نجي نقارن بينهم وبين التيار الصدري التيار الصدري ما عنده هذه المشكلة عنده زعيم واحد صحيح وقراره مبني على قلب رجل واحد وبالتالي اليوم التيار الصدري ما يعاني كأنما يعني نوع من أنواع البساطة يعني بسيط وليس مركب مثل الإطار وقيادات الإطار الخوف يعني مستبعد أنه ينقسم التيار الصدري وبالتالي يخرج أو يدخل بالعملية السياسية لا يؤثر على يعني على واقعه السياسي لكن من يتأثر بهذه القضية هو الإطار كلنا نعرف أنه الإطار ليس تحالفا سياسيا وإنما مجموعة من الزعامات والقيادات الحزبية بسبب التحدي الكبير لأنه المشروع الأخير المشروع البريطاني واضح وكان استبعاد هذه الطبقة من المشهد السياسي نعم. وهذا تيقنه الجميع كما كنا نتكلم قبل قليل عن الإزاحة الجيلية وبالتالي نعم. هذا المشروع خطر حتى على التيار الصدري مع العلم بالتأكيد. هذا مثال أكل يوم وأكل الثور الأبيض سياسة القضم على كل السفينة المخاطر وبالتالي هذه الحكمة من عدم من الشيء يعني عدم الذهاب بشكل منفرد كل هذا يمكن الأعداء وبالتالي ينقضون على الجميع ويتم وصول إلى حكومة مثل حكومة الكاظمي ولو لو لو لا لو لا وجود يعني الجهات الساندة للعملية السياسية وجود فصائل المقاومة وجود حشد شعبي وجود مرجعيات دينية هذا هو ترى صمام الأمان أمام التحديات اللي تواجهتها العملية السياسية وإلا لولا يعني عدم وجود هذه الزعامات مرجعيات دينية مثلا ما موجودة حشد شعبي ما موجود أحزاب مقاومة بعيدة غير مشتركة بالعملية السياسية ما موجودة لتحول النظام إلى نظام دكتاتوري أو نظام ملكي وبالتالي تمك خصوصا انه امريكا في الفتره الاخيره انها تشعر قد فشلت في الفرق من الرؤيه الامريكيه والرؤيه البريطانيه حضرتك اشرت الى انه البريطاني كذلك في الفترات الاخيره الملف العراقي استلمه طيب. البريطانيون طيب. وكانت لبريطانيا المشروع البريطاني ازاحه هذه تغيير العمليه السياسيه في مهمتها لانه مخرجات العمليه السياسيه مع وجود هذه الضمانات التي ذكرناها مخرجاتها لا تقبل بها لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا بريطانيا قلنا كان يطلعون لي ناس إسلاميين يطالبون يعني بحقوق الشعب الفلسطيني احتمالية أن تكون دولة قوية في العراق ضد المشروع الأمريكي في المنطقة بالتالي أنا أجيب يعني أعيد صياغة المشهد السياسي في العراق وهذا ما تتبناه بريطانيا إمارة مثل إمارات الخليج يخلون أمير على العراق أو على ثلاث مماليك مملكة في الشمال ومملكة في الوسط مشروع بايدن نفسه يعني مشروع تقسيم ويخلون أمير يعني يخلون زعيم من الزعامات يتم تنصيبه على هذه المناطق الغربية يخلون عليها أمير الإمارات العراقية وبالتالي هذا الأمير هو يشكل صحيح. هو يكون مشرف على صحيح. العملية الديمقراطية ويشكلون حكومة ويشكلون برلمان سحسين. لكن في نهاية المطاف الولاية لمن لهذا الأمير الذي نسبته بريطانيا طيب هذا وعيك للقضية
يعني تعتقد أن قوى الإطار وقادته ما عندهم هذه الرؤية؟ شنو اللي سووه؟ استشعر يعني الخطر، استشعر الخطر كإجراء يعني. استشعر الخطر عندما بدأت التظاهرات وأصبح من العلم إحنا استونا طالعين من معركة، معركة مع داعش، حالة غريبة يعني. أنت بدأت بمجرد ما انتهت المواجهة مع داعش وإذا بالملايين تطلع تحرق صور الشهداء، وكأنما الشهداء هم من أسقطوا العراق تحت يعني. كان جهاز إنذار كبير يعني. وبالتالي كل القيادات كلهم استشعروا الخطر وعرفوا إنه هم المستهدفين وليس يعني هذه الصور، صور الشهداء واستهدافهم. طبعاً إذا لم طبعا ولا أتصور أنه مستفادوا حقيقة، لأنه ما زال الصراع حتى هذه اللحظة في أروقة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، أنه هذا إلي وهذا إليك ونبعد فلان حتى نرجع لهذا الموضوع. الأستاذ حسين الكناني، الأستاذ حسام الحاج، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقالنا الأخير الذي حمل عنوان العقد السياسي بين الإطار وجمهوره، كيف يكون. الكاتب حسام الحاج حسين. العقد السياسي بين الإطار وجمهوره كيف يكون؟ الكاتب حسام الحاج حسين. عندما أراقب المشهد السياسي والأداء الوظيفي للطبقة السياسية الإطارية تغمرني مشاعر الحزن، لذلك نبغى عليكم ومن باب الوفاء لجمهوركم تفعيل دوركم في حماية جمهوركم وحشدكم ونخبكم، وهو مطلب أساسي يجب أن ينظر إليه القادة والساسة وكل المكونات السياسية في الإطار التنسيقي. إنما تقدموه من خدمة شعبية تعبوية للجمهور والنخب يجب أن يستشعر به الجميع ويلمس معنى الوفاء والتكريم والانتماء، وأن يشعر القاعدة والنخب بهذا الوفاء لما يقدموه من أجل ترسيخ قواعد الحكومة الحالية والتي نتمنى جميعا لها النجاح والموفقية. مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ حسام. حضرتك تتساءل بالمقال اللي كتبته حضرتك، أنا أريد أوجه لك نفس التساؤل، العقد السياسي بين الإطار وجمهوره كيف يكون؟ كيف يكون صحيح؟ طبعا الجمهور الإطاري حقيقة يعني احنا شاهدنا ديش الفترة التظاهرات وكتبنا يعني أوفى بما عليه يعني إلى الرمق الأخير. صحيح. حتى الشهداء انطوا بالتظاهرات هاي اللي صارت. يبقى الطرف الآخر من العقد اللي هو الإطار، ماذا قدم لجمهوره؟ ماذا قدم للنخب؟ هذا السؤال هنا. الإطار إذا يريد يفكر أنه تكون لديه حياة سياسية مستقبلية يجب أن يفي بما عاهد به هذا الجمهور، هذا الجمهور اللي ضحى وما زال يضحي حقيقة يعني. جمهور منضبط، جمهور ملتزم، جمهور لديه عقيدة، يعني عندما يذهب ويدافع على هذا الكيان السياسي رغم أنه كيان سياسي لكن لديه عقيدة بأن هذا الكيان يمثل الشهداء، يمثل الحشد الشعبي، يمثل المظلومين، يمثل المستضعفين، يستذكر ترجع للذاكرة. لذلك هو أدى اللي عليه كجمهور كعقد سياسي، لكن يبقى الطرف الآخر اللي هو حكومة الإطار. اليوم الأمور كلها بإيدهم، ما عندهم أي عذر يعني بعد سنة ما حد يقدر يتعذر. ليجي واحد يقول ما خلوني وما مدري شنو، كلها كذب. هسه كلها متاحة لك، حتى خصمك السياسي اللي كنت تعتقد صار لك 20 سنة وهو معرقل اليوم قاعد ومنزوي مثلا ما يتفرج عليك، يباوع يقول لك يلا اشتغل خلي أشوفك. فالإطار أمام امتحان صعب جدا حقيقة. هذا الميدان يا حميدان قد يؤدي بمستقبل السياسي حقيقة يعني، لأنه إذا فشل في هاي الحكومة، حكومة محمد شاع السوداني اليوم، حتى المنطقة، حتى الضغوطات الخارجية، أكو قضية العالم هسه أمريكا ليش سلمت الملف لبريطانيا مثلا؟ أمريكا اليوم العراق عندها في سلم الأولويات يعني معاهد، معهد واشنطن يقول، يقول هندسة الأولويات الأمريكية، العراق في قعر القائمة أصلا ما موجود يعني مو مهم يعني أي واحد يلزم الملف خليه يلزم، إسرائيل، بريطانيا، ألمانيا ما العلاقة، أنتوا بيناتكم. تبقى اليوم أنت الفرصة متاحة لك، المنطقة أمام دبلوماسية المصالح، التصالح. بس هذا أستاذ حسام، أستاذ بس أقول لك كل وسائل يعني النجاح
متوفرة للإطار داخلي وخارجي. ما ينطبق على حركة السفيرة الدؤوبة بين. خب أنا خدم لك، إحنا خلي نأخذ جانب آخر. يعني حركة السفيرة توحي بأن العراق للآن على رأس أولوية. خل أقول لك في المنطقة على. جزء راح أطرح رأي مختلف عن كل الأخوة اللي ما تستضيفونها. نعم تفضل. شوف خل أقول لك بالنسبة لأمريكا، أمريكا صارف عليك تريليونين دولار. نعم. وخلصتك من هاي القراءة الأمريكية للواقع العراقي مو أنا. هي خلصتك من صدام حسين وصرفت عليك 2 تريليون دولار. مو من المعقول انه تسلمك على طبق من ذهب بايد ايران مثلا او بايد روسيا. فلازم تتحرك وتنشط وتتصل بهذا وتتصرف على هذا. هذا شيء طبيعي. المليارين سال حسين، المليارين يعني في مقابل التريليونات الاثنين في مقابلها سرقت الكثير من كنوز العراقية. خوب هي تجي تطلع فلوسها، يجي يطلع لا اكثر من فلوسه حسب هسه خويه يطلع بعد لا هو لا يعني العفو مداخله وقت الاخ سام. مساله الاولويات لا يعني بالضروره انه سحبت ايتها. لا طبعا لا لا اولويات ليش؟ لانها الان منشغله بالصين ومنشغله بروسيا. هذا الان ملف الضاغط عليها صحيح. اللي يهدد وجودها اللي تعتبر اكثر خطوره من العراق. العراق مرحله عبرتها هسه ممكن ان تدار بسفيره احسن الوضع بالعراق. السفيره الامريكيه الديره ما انا اروح انا مثلا مراكز الدراسات والبحث عن حلول وهي الان منخرطه بحرب شبه يعني غير مباشره. الان قاعد تسلح باوكرانيا وتلم بالاسلحه والتبرعات بالاضافه الى مناكفاتها مع الصين بالاضافه للصين والخوف من البريكس. كل هذه قضايا يعني اولويه بالنسبه للولايات المتحده. طب مسار السؤال شنو؟ انه اين يقع العراق في سلم اولويات الولايات المتحده الامريكيه؟ شوف بدا وكان بعد اذنكم يعني بدا وكان الامر صحيح ان القضيه يعني امريكا ما عادت مهتمه بسبب انشغالاتها في ملفات اكثر ضاغط عليها اكثر. نعم انا حددت انه اولوياتها في المنطقه العراق. تدري انت الولايات المتحده الامريكيه توزع جهودها، عندها هذه القدره على ان توزع جهودها. المنطقة مرحلية. دفعت تعلم جيدا انه هي وصلت الى حافة الهاوية مع ايران. نعم. وهي متخذة قرار بعدم المواجهة. مه. وبالتالي من وصلت الى حافة الهاوية ما استطاعت ان تحقق اي شيء. مه. ومن هنا نلاحظ التفاهم بين ايران والسعودية. صحيح. وبدت الازمة تنحل. ليش؟ لانه قل لك انا بعد انا الى متى ابدا اضغط اضغط الى ان نصل الى حافة الانفجار، وبالتالي انا ما مستعد هسه ادخل حرب مع ايران او بالمنطقه وانا عندي مواجهه في يعني روسيا والتحدي الحقيقي الصين. اليوم الصين تحدي حقيقي بالنسبه لامريكا. لا بالفعل ما توصل الى سيد حسام. احنا اعتقد كان واضح ان احد البرلمانيين السابقين تحدث واشار الى ان السيد الحلبوسي ارتفع سقف طموحه حتى وصل الى انه بامكانه ان يستحوذ على منصب رئاسة صحيح. الحكومة صحيح. بهذه الدرجة يعني صح. يعني تعرف أنت رئاسة الحكومة يعني تغيير معادلة طبعا. يعني القضية مو قضية بسيطة يعني صح. تغيير معادلة، تغيير هائل بالمعادلة، كأنه كل شيء مسويه زين. احنا شنو المفروض أن يتم من قبل الإطار أزاء مخاطر بهذا الحجم جيد سؤال للحد من هذا الطموح المغالى فيه؟ طبعا بعد اسقاط النظام في العام 2003 كتب بول بريمر في مذكراته يعني ربما هذا الحكي يكون راح يكون قاسي على بعض لكن هي حقيقه يعني رايه هو يقول احنا قرار الحرب في العراق كان قرار صائب. نحن غيرنا معادله عمرها 1400 سنه من حكم سني اقليه ضد اغلبيه شيعيه. الامور اليوم رجعت الى نصابها، الحكم صار بيد الاغلبيه. بيد الاغلبيه كيسنجر يقول العراق يعاني من مشكلتين، اذا انحلت هاي المشكلتين ما راح يبقى اي مشكله في العراق. قضيه الكرديه، قضيه الاغلبيه، حكومه الاغلبيه، يعني الاغلبيه لازم تحكم الاقليه. فهاي معادله دوليه، لا الحلبوسي ولا غير الحلبوسي يقدر يغير هاي المعادله حقيقه. لكن شو يسوي؟ ممكن ياثر على صناعه القرار السياسي الشيعي. انا بس اريد اتساءل بعد اذنك، ليش مستحيل تصير؟ مع انه هذه قابله بالتكتيكات. لا مو اكو قوه دوليه ما تقبل. قوه لا ما تقبل. يعني لا. امريكا اذا تعامل على انه تكتيك ضمن استراتيجيه امل ما لا لا ما تقبل. امريكا ما تسويها. انا طيب. حقيقه يعني حتى طيب. الدول العربيه تعرف يعني احد اسباب يعني فتور العلاقه بين السعوديه وامريكا
هو أنه النظام في العراق صار نظام شيعي. هذا يعني جورج بوش في أوباما في مذكراته. لا لا هو هو عالميا هو يعتبر نظام شيعي. هو أوباما في مذكراته يذكرها هذا الشيء. يقول كان حساسية دول الخليج تغييرهم معنا وأنه الشيعة جاءوا للسلطة في العراق. يقول هذا قضية استراتيجية أمريكية ما نقدر نتلاعب بها عدادات يعني ما نقدر نشتغل. هذا الموضوع. لكن شنو التأثير راح يكون على صانع القرار السياسي الشيعي؟ هو صحيح اللي يحكم شيعي لكن تكون عداداته بيد الطرف الآخر. نتيجة شنو؟ الضعف السياسي الشيعي نتيجة التحالفات. يعني أنت تخيل لو مثلا تحالف أربي نجح أو الثلاثي نجح زين وصارت الصوت، من يكون حاكم الفعلي؟ منو الشخصية القوية اللي لازم تحكم فيه؟ مثل سيد مسعود بارزاني موجود رجل في أربي ما يميز الجو، لكن في بغداد مثلا منو راح يكون يحكم؟ الحكم والسلطة راح تكون بيد مثلا سيد الحلبوسي مو بتفويض من الجانب الشيعي القوي اللي يتحالف وياه. احنا هذا الخطر الحقيقي. القطار لازم ينتبه لهذا الشيء. صحيح تبقى السلطة الشيعية تبقى الحكومة الشيعية لكن عداداتها مو بيدك. يعني مناصب النفوذ تختلف. مناصب النفوذ تصير الحكومة باسمك تجيب لك واحد شيعي خليه على المؤسسة الشيعي هذا منك وبيه زين، لكن هو ما يخدمك ولا يخدم جمهورك ولا يخدم تضحياتك ولا بمستوى التضحيات اللي انت طيت. نعم تطيت آلاف الشهداء يا أخي استحوا من الشهداء يعني على الأقل. لا لا والله العظيم. دعني أنتقل بما تبقى من الوقت للأستاذ حسين كنان. أستاذ حسين، يعني هو لازم كل الكيانات اللي تكون منها الإطار تشارك بالحكومة؟ هي القضية مو قضية تمثيل؟ يعني أنتوا الإطاريين جئتوا بوصفكم ممثلين لمكون وأفرزتوا رئيس وزراء ممثل لكم بمعنى أنه ممثل عن المكون. لو أنتوا شنو سويتوا إطار بوصفه خلية لتقاسم المغانم شنو القضية يعني هذا الحديث عن المحاصصة وحديث عن المحاصصة يعني هل ما بالمحاصصة حتى داخل الإطار؟ أي نعم أكيد. هذا قضية مركبة يعني. لا يعني احنا هذا نحن عندما قلنا بأنه يجب على الإطار أن يعي خطورة الموقف بالضبط. أنه يبدأ بأن يغير من تفكيره، لكن لاحظنا أنه لا يوجد أي تغيير بالمشكلة كبرى يعني. وما زالت المحاصصة حاضرة، وسبب الاختلاف هو بسبب المغانم والمكاسب التي يحاول السعادة. أنا بس حبيت أعلق على سؤالك. تدري أنه مسألة محمد أكشف عندنا مشكلتين. مشكلة الأولى هنالك سعي بتغيير النظام إلى رئاسي وهذا يستهدف الحاكمية الشيعية. نحن الآن أنت طرح السؤال هل ممكن أن يجينا رئيس مو شيعي؟ واقعا أنا أعتقد أن الفترة الفترة السابقة الحلبوسي كان هو الرئيس الوزراء في فترة الكاظم. نعم بالضبط. مع النسني. بالضبط. وإن لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، لكن هو كان صاحب القول الفصل بالكثير من القضايا. الكاظمي كما يشاء. بالتالي ويستصدر القرارات والأوامر كما نعم يشاء. الآن توجد حركات من داخل الإطار وطرحت ونظر له أكثر من مرة بضرورة أن يتم تغيير النظام في الحكم إلى نظام رئاسي أو شبه رئاسي. وأنا بالضبط طبعا من هذا التغيير لأنه هذا سوف وحتى أنه بعض الشخصيات يقول لك ليس بالضرورة أن يكون رئيس الوزراء شيعي ورئيس البر، ممكن يصير تبادل أدوار وبالتالي نجيب رئيس برلمان وهذا يأتي ضمن الالتفاف وضمن الأستاذ حسين الفلاني. شكرا جزيلا لك الأستاذ حسام الحاج حسين. شكرا أيها الأحبة. نحن نقرأ جرس الإنذار للإطار بوصفه ممثلا عنا كأغلبية. أيها الأحبة، كتب الأستاذ قاسم العجرش الخاتمة التالية: إذا أردنا النجاة والوصول بالعراق إلى ضفة وبر الأمان في خضم هذه الفتن والمحن والابتلاءات التي تحيط بالعراق، على قادة الإطار الاندكاك بالمرجعية الدينية والأخذ بتوصياتها وإرشاداتها الرشيدة، ولا سيما مرجعية الإمام السيستاني دام ظله الوارف، وهو وصية الإمام الخامنئي حفظه الله تعالى ورعاه. ما يخشاه جمهور الإطار هو الانقسام بين أطراف الإطار، ونتائج وآثار الانقسام خطيرة وكبيرة، يجمعها الضعف والهزيمة لكل الأطراف، وهذا ما سوف يستغله الأعداء ولا سيما أمريكا والغرب وحلفائها. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. دمتم في أمان الله.